السلام عليكم أيها الشعب المفلس الحزين، في ملكة سلمانكو اللئيم ابن اللئيم. موضوعنا اليوم عن هواش محمد بن سلمان وأخوه رائد الفضاء السابق سلطان بن سلمان رئيس هيئة السياحة. والمشكلة هي أن الدب الداشر أعلن عن تأسيس هيئة ترفيه وشات هيئة المنكر وحطها على جنب إلين يجي يوم يمكن يحتاجونها للسعود يستخدمونها مجددا. مشكلة هيئة الترفيه بدأت من أول يوم أسسوها، ثار سلطان بن سلمان على أخوه الدب الداشر وراح لأبوه الملك سلمان وقال له يا يبا كيف تكون عندنا هيئتين لنفس الغرض، هيئة السياحة وهيئة الترفيه؟ وقال له بعد إن هيئة السياحة غرضها إن المواطنين يترفهون داخل بلدهم، وإذا قدرت تجيب سياح من برا في زين على زين. فكيف تسوون هيئة ترفيه مقابل هيئة السياحة؟ هناك حقيقة مسارات متداخلة بين السياحة والثقافة، ليس هناك نوع من التفريق. وبعدين هيئة السياحة عندها تطبيق على الهواتف الذكية تخدم المواطن، أما هيئة الترفيه فما عندهم تطبيق. وطلب من أبوه أن يضمون هيئة الترفيه لهيئة السياحة ويسمونها هيئة السياحة والترفيه، ويسوون هيئة ثانية مستقلة للآثار. سلمان قال لولده سلطان راح شوف راي محمد، ترى هو ولي أمرك الحين. انخرش سلطان وفهم المعنى، والمعنى يعني انقلع لأبوك لأبو من جابك. ما رضى سلطان يروح لأخوه الدب الداشر وقال أنا آخر عمري أروح أترجى ولد فهده، ها يلعن أبوها الزمان الردي. العلوم راحت ودارت ووصلت للدب الداشر، وقال الدب الداشر راح أدب لكم ولد سلطانه وراح أضم هيئة السياحة لهيئة الترفيه وتصير هيئة الترفيه والسياحة. بس أصبروا عليه شوي، ترى كرشتي، هذا الكلام للدب الداشر، ترى كرشتي تتحمل وتبتلع كل مشاكل الهيئات والمشاكل اللي في البلد. قرر الدب الداشر صاحب الرؤية العمياء أن يخفض مخصصات هيئة السياحة اللي يرأس أخوه سليطين، والحجة هي أن أخوه يأخذ مخصصات ويتبطح ما يسوي شيء. دار سليطين بمخططات الدب الداشر الشريرة، قال خلني أتغانم نفسي وأسوي مسرحية واتصل على هيئة السياحة عشان أسوي دعاية للهيئة ولنفسي وللتطبيق اللي سويناه. أسمع ولا هرجع يا مال الشحم؟ السلام عليكم مركب صوت سياحي، معك عمد، تفضل كيف أقدر أساعدك؟ أهلا، السلام عليكم، كيف حالك يا أخوي؟ خير الله يسلمك، تفضل أستاذي. اسمك كريم؟ أحمد. الله يبارك فيك، أنا بس أعرف بغيت أروح من الرياض لعسير وأنظم رحلة سياحية، كيف أسويها يعني؟ طيب ممكن تشرفني باسمك أستاذي؟ أنا اسمي سلمان. هلا وسهلا أستاذ سلمان. أستاذ سلمان، استفسارك بخصوص أنك حابة يعني يكون في عندك جدول برحلة لمنطقة عسير؟ أي رحلة مع أسرة وأسر متعددة يعني، ويكون معنا دليل ويكون معنا ترتيب. ممتاز. طبعا أستاذ سلمان، طبعا هو نقدر نزودك الآن بأرقام لمرشدين سياحيين أو مناطق تستحق الزيارة في منطقة عسير، فجميع يعني هذه الأشياء أقدر أرسلها الآن لك أستاذي عن طريق رسالة نصية على نفس الرقم تحدث معي منه الآن. ممتاز. وتوصلك رسالة وإن شاء الله تستفيد منها. بالإضافة تقدر تحمل أستاذي الكريم تطبيق اللي هو السياحة السعودية، في أيضا تستفيد منه اللي هو طبعا في عروض من ناحية الفعاليات، يعني تقدر تختار المنطقة اللي حاب يعني تروح، يعني حاب تفتقد يعني تتفقد مثلا الفعاليات اللي في منطقة معينة تقدر تضيفها تختارها. لنفترض انه تقدر تختار منطقة الرياض، تظهر لك جميع الفعاليات المتواجدة في منطقة الرياض او منطقة عسير.
على النت عندكم مواقع اقدر استفيد منها يعني مثلا؟ اي نعم استاذ الكريم، هذا زي ما ذكرت لك هذا تطبيق هو تطبيق السياحه السعوديه، في ايضا اي تطبيق على الهاتف الذكي تقدر تنزل على هاتفك الذكي باسم السياحه السعوديه، ممتاز. وايضا طبعا في تقدر تزور اللي هو موقع رزنامة الفعاليات. اي رزنامة الفعاليات. طيب لو كان موضوع مثلا الاسعار، اذا ما عجبني مثلا الاسعار ولا صارت مبالغ فيها اشتكي على مين؟ ابدا استاذ، تقدم بس تواصل معنا واحنا بدورنا استاذ الكريم نرفع لك البلاغ او الشكوى اللي حاب تقدمها، وايضا في استفسار حاب نفيدك فيه ايضا تواصل معنا استاذ الكريم واحنا نفيدك في جميع الاشياء او الانشطه السياحيه. سواء واجهتك استاذ سوء خدمه او اسعار لا تستحق يعني مع نفس الخدمات، تقدر استاذ الكريم تتواصل معنا واحنا بدورنا استاذ الكريم نرفع الشكوى على نفس الجهة ويتواصلون معك الأخوان يفيدونك في جميع التفاصيل والإجراءات. طيب ما قصرت، أنا بس أخوك سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، قلت بتأكد وأكلمكم وأسلم عليكم. ونعم أستاذ الكريم. ويشكرون فيك الناس كلهم. الله يسلمك. أنتم مواطنين تخدمون مواطنين الله يسلمك. هذا منكم أستاذ الكريم وهذا حق. وقلتوا الناس تقول له أخي الكريم أحسن من أستاذ الكريم. كلنا أخوانا في الشركة. الله يسلمك، لنا الشرف أستاذ الكريم. أحمد عبد الله بن حمدان. ونعم فيك حمدان، من وين انت؟ الدرية. اي ونعم فيك والله. ما عليك زود، مشكور الله يسلمك يا احمد. العفو، ابد. اي خدمه اقدر افيدك فيها؟ شاكر لك اتصالك مركز اتصال السياح في امان الله. اعزائي المشاهدين، تهجون يسويها الدب الداشر ويضم الهيئتين ويبلع مخصصاتها مثل ما بلع جيوبكم، ويخلي أخوه الكبير عاطل عشان ترضى في هدا. أنا أتوقع يسويها، لأن الإنسان اللي يبيع ضميره وما يخاف من الله أتوقع من أي شيء. وأنا غانم قهر آل سعود، أترككم في رعاية الله، وإذا عجبكم المقطع اضغطوا لايك وسبسكرايب وانشروه، وأطقع ما تشوفون آل سعود لأبوهم لأبو من جابهم. أليس كذلك يا شعبنا المفلس الحزين؟ وإلى سياحة إن شاء الله في الخارج كما يتسوح السفلة السعود، مخلينكم في المهلكة بس.